تكون اللي مصعب والتسجيله كانت بعيده. محرزا هدف المرغني الوحيد. الهدف الثالث للنضال في الدقيقة 44 من نفس الشوط بعد جملة تكتيكية رائعة ومنظمة. وكما هي العادة وصلت الكرة السهلة لحارس المرمى منجد النيل. محاولة راسية باولينو سدد كرة قوية في المرمى جول. أول أهداف المباراة لهلال الجبال بأقدام الناجيري باولينو من هجمة مرتدة حاول فيها باري ديمبا. إذا بباولينو يتقدم ويطلق صاروخ بيمناه قوية استغرت على يمين حارس المرمى بدوي عثمان أعلنت عن مولد أول أهداف المباراة وأول أهداف فريق هلال كادوغلي. مقابل هدف وحيد وذلك في المباراة التي جرت بين الفريقين عصر أمس الثلاثاء بإستاد النهود ضمن استحقاقات الدوري الوسيط المؤهل للممتاز. تأخر النضال عن تحقيق الفوز حتى الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني حيث بادر المهاجم النيجيري أوجيزي فالينوس من وضع النضال في المقدمة بضربة رأسية محكمة من تمريرة كرونغو المتغنة. وفي الدقيقة النيجيري أوجيزي فالينو الهدف الثالث للنضال والثاني له من تمريرة بشر ذكية سددها فالينو من خارج منطقة الجزاء. فشل حارس الهلال الفاشل في صدها هذا وقد فاز بجائزة نجومية المباراة.